14/2/2012 نحن في حي باب سباع المنكوب ونحن معنا احد المواطنين في حي باب سباع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت شو عم تساوي هون؟ شايف معك اوراق وحاسك هيك ضايج، ما عم تلاقي صيدلية فاتحة. اخي العزيز، هلا انا واقف مقابل، انا واقف شارع باب سباع الرئيسي، شوفت عينك. انا هلا معي ادوية، معي انسولين بشري للختاير المسنين عندنا بباب سباع. ليك هو مكتوب خاص بمديرية حمص. هلا انا واقف تقريبا، انا واقف مقابل صيدلية باب سباع. قربوا شوفوا هاي الارمة. ليك هو انا واقف مقابل صيدلية باب سباع، يلي كل مرة بفوت الجيش الاسدي بيقتحم، ما تفرجوا شو بيعملوا فيها. هاي هون رصاص. صاحبة الصيدلية اضطرت انه باب سباع تترك الصيدلية وتطلع برات باب سباع. وهلا انا يعني الاهالي، يعني نحن عم تيجي لعنا الاهالي والختايري والفاري عم يجيب لنا روشتات، عم نضطر نطلع برات الحاره انه مشان امن اليوم. هاي الروشتات شفتها يكون، ها هاي اول روشته شاش ودواء للاطفال ودواء سخوني. انت بقلب الحاره بقلب الحي، ما فينك تطلع لبرا تجيب دواء. انا هلا اذا بطلع برات الحي ومعي هالاوراق، انا يمكن اذا اخذوني على المعتقل لا بيذبحوني، يا اما بيقطعوني، يا اما بيخلوا بيعذبوني، يا اما بيكهربوني، ما بعرف شو. انا بقول له للمجتمع الاسلامي والعالم الاسلامي، واجه قرايبي يعني اخواتنا بالسعوديه الاسلام، تفرجوا شوفت هيكون. هاي اول ورقه روشتا، هاي روشتا وهاي روشتا ليكون، ها هاي انسولين خاص ليكون، انسولين بشري خاص بمديريه الصحه اللي الدوله قاطع عننا الانسولين، يعني اللي معه السكري. بدي وجه نداء للعالم انه ينقذوا. انا بوجه نداء للمنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية إنه تنظر فينا شوي، إنه نحن بشر بحمص، نحن يعني بني آدمين خلقنا رب العالمين، يعني عم ما بعرف شو بدي أقول لهم، يعني شايفين بعينه الوضع. اتصالات ما عنا، والله العظيم امبارح الكهرباء مقطوعة طول الليل باب سباع، وهذا حالنا نحن. مثل ما قلت لكم هاي صيدلية باب سباع عليك، وأنا ما قابلة الصيدلية مسكرة لك وهم. تفرجوها، انا بدي افتح صيدلية هلا. انا اذا بفتحها كلها من تحت، كلها بلور وكلها هارة. لا باب سباع 13/2/2012. هلا نحن واقفين بقابل احد الافران اللي بحي شارع باب سباع الرئيسي، راح نرجي العالم بعينه انه نحن شو عم نعاني بباب سباع. هلا نحن بحي باب سباع، احكي لنا عن المعاناة اللي انتم عم تعانوها هون. سمعنا انه ما عندكم طحين، ما عندكم خبز، وشوفت هنا يعني نحن شايفين قدامنا. شو بتحكي لنا عن هالشيء؟ يا شو بده لك؟ اول شيء السلام عليكم، يعني طلع الناس شلون واقفه، شوف الناس اللي مبكير واقفه. نحن المخصصات تبعتنا مثلا عم يعطونا 10% من مخصصاتنا، ودوبهم يعطونا 10%، يعني دوبه عندنا هلا طحين يكفي يعني ل 10 ايار، وعندنا حي باب الساعه مكوب. شوف هنا يعني دوبنا بابا عمر ما عنده خبز، باب السباع ما عنده خبز، كرم الزيتون ما عنده خبز، مقطوعين من كل شيء. شو بدنا نساوي نحن؟ قلنا الله، يعني المخصصات كانت تجينا ما عم يبعثونا اياها، يعني بعثونا هلا 10%، يعني هلا عندنا اربع خمس شوالات طحين لنمشي هالكام عيلي عندنا بالحاره. طيب هلا انا شايف الجنزير هيك واقف، شو السبب طيب؟ يعني شوف لا عندنا مازوت ما في، يعني هلا نحن عم ننتظر رحمه الله، بدنا مازوت. هلا ليك الكهرباء شوفت هنا خلي عم تنقطع، هلا بدنا نشغل المولدي، بدنا مازوت للمولدي، بدنا مازوت للفرن، لا في مازوت لا في شيء. طيب هلا شو بنسوي حالنا؟ يعني هذا النظام الاسدي يعني لانا طلعها اليوم، يعني شو بده اقول لهم؟ طيب هلا اذا اجاك ناس من كرم الزيتون او من باب الدريب او من السان ديوان قال لك بدي 10 ربطات وشافوا الحاجز معه 10 ربطات، طالعوا من باب الساعه، شو ممكن يصير على الطريق؟ انا امبارح بعثت اجوا جماعه من النازحين هذا الحي المنكوب، بعثت معهم 30 40 ربطه خبز، هن وطالعين مسكوا الحاجز، لوين الخبز؟ اول قتلي شلحوهم السياره وشلحوهم الخبزات، قالوا الله معكم على بيتكم. يعني ما عم نعاني كثير كثير، عم نهرب الخبز تهريب كانه احنا عم نهرب شيء شغله يعني ممنوعه، يعني ربطه الخبز ما عم نقدر نوصله من حي لحي. طيب هلا الفرن وين بالضبط؟ في جنبه حواجز، في جنبه اي شيء؟ نحن بحي باب السباع يعني بالمنتصف، يعني الحاجز بعيد عنينا، لولا هيك ولا كنا ما قدرنا نشتغل ولا نخبز ولا ربطه خبز، ما عندنا من انبات، يعني نحن انا مضحي بحالي فاتح الفرن عم بشتغل. مين بتناشد هلا انت هيك على هالوضع هذا اللي نحن فيه بحمص؟ ناشد كل شيء فيه ضمير حي، والدول الإسلامية والمنظمات العربية والحقوق الإنسانية، بس ينظروا نظرة رحمة لهالشعب السوري. نحن قلنا الله طبعا المشتكى لرب العالمين، الله يعطيك العافية. خالي هلا انت فينك تقولي لنا شو صار لك واقفة على باب الفرن؟ إلي شيء ثلاث أرباع ساعة، ساعة بين هالرجال وبين هالعالم والزحمات هي كلها، بدنا خمس ست أيام بلا خبز، أولادي عم طعميهم الخبز اليابس، هذا كله من هالنظام الفاسد. هيجي بس يلاقوا حل هالعالم، هالأمم المتحدة ساكتين على هالظلمة، هالشيء اللي عم يصير.
يا ويل من الله يا ويل من الله، العالم كله بلا خبز بس نحن باب سباع الخالدية البياضة كلهم بلا خبز لهم جمعة وجمعتين. طيب ونحن نسوان بين الرجال عم نجيب خبز. لمين بتوجهي نداء هلأ هيك؟ نداء للجامعة العربية، للأمم المتحدة، للي بس اللي له سلطة وكلمة بس هيك خلصونا من هالظلم، للعالم الإسلامي للي فيه ضمير، للي العالم عم تتقتل، العالم عم تلاقي ما عم تلاقي لقمة جوع، العالم ما عم تلاقي الأكل، الرجال كله بلا شغلة ما عم يلاقوا الأكل، عم يبكوا بك على نسوانهم وولادهم اللي ما عم يلاقوا لقمة أكل. نداء لجميع العرب، العرب نحن بدنا عرب تتدخل، نداء لجميع العرب انه يتدخلوا، ما بدنا غرب بدنا عرب يتدخلوا. وين العرب؟ يجوا بس يشوفوا بس هن قاعدين ونحن عم نتشر عم ما عم لاقي لقمه خبز. يعطيك العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حجي بس احكي لنا يعني انه مشان قصه البنزين، عم نسمع انه بالبلد هلا ما في بنزين. الاولاد ميت الجوع، بدنا نروح نعبي بنزين، جيب لهم شويه خضريات، ما في لا بنزين ولا في غاز، ثلاث ساعات على الكازيه عم يفيش السياره ويفيش الهويه وما عمال يعطونا بنزين. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يعني كم ساعه رحت اليوم على الكازيه ولا امبارح رحت؟ رحت بكير الساعه 8 هاي جيت وما عبيت بنزين، وفيش الهويه وفيش السياره وقالوا لنا بنزين ما في. منين نجيب لها؟ محلنا انك عم تروح انه هناك شارع البرازيل مثل الجبهه على الحدود ما في. شفت انا هيك طلعت من بعيد، البيوت خراب، المي بالاراضي، الخزانات ما في. بعين الله، الله يعطيك العافيه يا حبيبي. الله يعافيك. اهلي. من انت مين جاي عمو لعنا على باب سباع؟ انا وبابا. شو جايين تعملوا؟ جيب خبز. وشو كمان؟ دواء. وشو جايين كمان تعملوا؟ مازوت. طيب انت شو بتقول له هيك لبشار وبتقول للعرب؟ الله اكبر عليك يا بشار. ماشي، تسلم عمي.